ليش انا طالعة بيضة؟ مرحبا. طبعا قعدت من النوم البارحة، اشتريت الجاف، قعدت من النوم اليوم لقيته مختفي من الفريز، مع انه حطيته بالفريز. اشتريته بهاي الجنطة الكبيرة، يعني لقيت بس قطعتين ثلج، فعلى اساس اصنع لكم بها ايس كريم فوري. للاسف انه بقت بس اثنين قطعتين ثلج، فراح اصنع لكم هسه بها. انا قبل شوي صنعت ايس كريم فوري هنا، امي نايمة فراح نص الصوت. انا قبل شوي صنعت هنا ايس كريم فوري غصب. واحدة من القطعتين اللي بقت عندي فتفتتها هذا الشكل، فتفتوها بالجاكوج. طبعا الثلج الجاف ينباع بالسوبر ماركتات، عندنا هنا بامريكا بكل السوبر ماركتات ينباع للي اعمارهم 18 واكثر، فاذا انتم صغار يعني تاكدوا انه تروحون ويا ماما وبابا. نجيب هذا، نمسك بقطع الثلج، قطع الثلج لازم نمسكها بهذا ونحطها بالكيس هذا ونكسرها بهذه الطريقه. انا كسرتها مسبقا، هذا الشيء الوحيد اللي بقى عندي من الثلج الجاف هو هذا. طبعا بهذه الطريقة تقدرون تصنعون ثلج جاف بالمنزل عن طريق طفاية الحريق. راح احط لكم رابط شلون تقدرون تصنعون ثلج جاف بالمنزل بصندوق الوصف، بس تأكدوا انه احد بالغ يكون وياكم. اول شيء راح احط كريمة الخفق، راح اضيف يعني بعدين راح اضيف النكهة مالتي اللي هي المفضلة عندي، شوكولاتة، وراح اضيف لها اخر ما تبقى عندي من الثلج الجاف. نبي نضيف الثلج الجاف، ونحرك مع التحريك المستمر. شوف القاقع، نحرك نحرك نحرك، صار عندي آيس كريم. الثلج الجاف نزل جوا فنقدر نجيبه يعني بالملعقة ونحطه فوق. فشوفوا صار عندي آيس كريم فوري قدام عيننا، صار هذا الآيس كريم فورا، بس ما نقدر ناكله هسه، لازم ننتظر هذا الثلج الجاف كله يتبخر، لأن إذا حطيناه بحلقنا راح نعاني من صعوبة بالتنفس، لأن هذا غاز ثاني أكسيد الكربون، وراح هو من قد ما هو بارد راح يأذينا يعني يلسعنا، فننتظره. أوه ما صرت المسا، يا إلهي أكو شعراية شعراية من شعر جميل. فهذا هو الآيس كريم عندنا، مثل ما قلت لكم انتظروا الثلج الجاف يتبخر، صار عندنا آيس كريم فوري. عندنا بعض الثلجايات هنا بس ننتظرها تتبخر وتخلص. عندي هنا بعض الثلجايات نقدر نبعدها بهذا الشكل. أوكي، فهذا الآيس كريم هسه جاهز للأكل، بس أنا صايمة ما راح أكله. أمي جهزت لي دولمة، راح أسوي هاي الدولمة، وهذا بعض من الحشو، أسوي الحشوة وقاعد أحشي بالغراض. هنا جبت بصل راح أسويه هسه، راح أحطه على النار على مود أسوي هيك يعني أجهز إنه أحشي. أنا إيزا تعرف أنا كويتي، هذا في دموع داخل عين، ليش؟ قاعد يطيح قهله. هاي من البصل، والله يعني اذتني. بس حطيت البصل على النار، راح انتظره يلين. طبعا هذا هو الحشو، صار جاهز، جهزته، بس راح احشي بيه الدولمة. قاعدة اشيل العواد هاي مع السلق احطها بالقاع، وهذا البصل وهذا السلق، وهاي هي الخضروات. شوفوا هاي هي الدولمة، يمي 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 يمي. خليها وامي راح تجي بعدين تطبخها. المهم هسا خلينا نروح سواء انا وانتو المكان. مرحبا مرة ثانية، هذا هو شكلي قبل لا أطلع. أنا أحب أسوي هذه التسريحة دائما لأنه تشيل شعري يعني سهلة. خلينا نروح السيارة وخلينا نعرف وين راح أروح، راح أخذكم وياي مشوار كلش 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 حلو. يلا تعالوا وياي. أوكي أعزائي المشاهدين، نزل الجو أخيرا وخلصت كل شيء، هسه راح أقول لكم وين راح نروح. يوه
صار لي ساعة أحكي طلعت ما مسجلة. نروح لعدة أماكن. ما عليكم بهاي، ما عليكم بهاي، هاي بشاطة الثلج ما أعرف ليش حاطتها هنا أنا. راح أروح السوبر ماركت راح أرويكم إياه. طبعاً ساعي البريد قاعد أحط الأشياء بالبريد، طبعاً ممنوع، مو ممنوع أنه خطر هالشي أسوي أنه أسوق وأمسك الكاميرا، فهسه راح أطفيها. السوبر ماركتات هم هنا ضخمة بيها كل شيء، كل شيء وكل شيء، فحبيت هالشي أراويكم يعني نظرة عامة. هنا مثلا هذا القسم بيه كل المرطبات مال الشفايف. هاي ماركت ويت اند وايلد، واذا تشتري واحد تاخذ الثاني مجانا. بس يلا خلينا ناخذ. انا شوفوا قلت ما راح اخذ، بس هاي اشياء، هاي رموش هنا عندنا، هذا قسم خاص كامل لماركت ريفلون، هم قسم كبير لوريال. هنا ماركت ان واي اكس، هنا ريميل، وهنا مابيلين. صار ساعة أسجل وطلع ما جاي أصور. وين البوركس؟ خليني أراويكم. هذا هو البوركس، هذا نسوي منه سلايم. للأسف يعني إحنا بالدول العربية ما عندنا بوركس، مع إنه هو أضبط مادة للسلايم. بس أكو مادة اشتريتها أنا من هذا الرف وموجودة بالدول العربية، سويت بيها سلايم وصار. طبعًا إحنا ما عندنا ديتول بأمريكا، لو عندنا كان سويت بالديتول، يعني كان قدامكم اشتريت ديتول وحاولت أسوي بالديتول، بس ما عندنا. راح أخذ من هذا. أنا من زمان ما أكل منه، فهسه يلا راح أخذ منه وأكل. إحنا عندنا هنا رف بأشياء عربية، هو هذا الرف العالمي يعني. تدرون إحنا ما عندنا كندر بأمريكا، ها هاي باعوا كندر. إحنا ما عندنا كندر تنباع بكل مكان، والله اشتهيتها. هذا أخذ الكندر. هنا حاطين الأشياء اللي موجودة بالدول الأوروبية، وهاي يعني إنه اللي ما متوفرة بأمريكا، فهذا أصلاً شيء نادر ما متوفر بأمريكا. فهاي منتجات عربية. خدامة صفراء. شنو خدامة ما أعرف. هذا الحمص محمص، وهذا اللبلبي لذيذة يعني. هذا مثلاً تمر جاهز مال كليتشا، الحلاوة حكيت باب السوبر ماركتاتنا. هذا حلقوم شلون احنا حاطين سمن، طحينية فاخرة، شوفوا طبق النوج، سميد ناعم، برغل. هنا استغفر الله استغفر الله خمور. اوكي هسه دفعت وخلصت للمول انا وانتو سوا. هاي الاشياء اللي اشتريتها، يلا خلينا نروح. هذا هو المول وصلنا له. طبعا هنا اكو شيء اسمه ميسيز هناك، وهناك هنا قصدي اكو شيء اسمه جي سي بيني. هذا هو جي سي بيني محل الملابس. انها مجوهرات شوي غالية يعني حطي انا. ساك واحد من اللي يشتغلون بالمحل قال لي انت ليش قاعد تصورين مسموح لك؟ كان يقول له ها ما ادري لا يمكن. خبر لي المديرة مالته وقالت له اوكي مسموح، مسموح تصور. فعلا كنت راح نحط يعني بموقف مو حلو اذا ما مسموح. كانت تسوي لي لايك، لايك على مو التصوير اللي صورته، ما راح اطلع وجوه الناس، بس يصير اطلع وجوه هاي لعاباتهم وسلم عليها واخذ وياها صورهم. هذا هو منظري داخل المحل هذا. يلا خلينا نروح فنيرة. هذا محل شموع يافي كامل، شموع حلوة. أوه محلات ما أعرفه صراحة، هذا محل حلو. بس أنا بمحل اسمه فنيرة اللي قلت لكم عنه، بيع خبز وأشياء يعني مثل مخبز هو، بس يبيع أشياء وجبات وناس تجي تقعد بيه تتريق. هذا هو فنيرة، أخذت منه الكروسون. هذا ميسيز، هذا اشتريت منه ملابس العيد قبل يومين. اعتقد سيارتي وقفتها منه، اعترف انه ضيعت السيارة. يقولون انه اسوأ شيء البنات به هو مكان السيارة اللي وقفت به، وانا اقول لا ليش تحجون على البنات، البنات احسن منكم. بدأ انا ضيعت سيارتي يعني. شايفين هكي شيء؟ تذكرت وقفتها من جهة ثانية، هسه تذكرت. يلا تذكرت، شوفوا البنات يعرفون، يعرفون وين وقفوا سيارتهم. لا تحجون على البنات. طبعا هسه راح اغسل السيارة، انا محتاجة غسل. هناك مكناسات
وحدي كنفس السيارة، بس أنا أحس إن سيارتي ما محتاجة. يلا هسا أودعكم، راح أشتغلكم. طالب جمعة هنا. لا تنسى سبسكرايب، سوي سبسكرايب، وعزموا أصدقائكم سووا سبسكرايب، حطوا لايك كلش كلش كبير كبير كبير. أنا صورت لكم هاي الأشياء. يلا خلونا ننطلق.